بعد هرب من التربص تاع المولودية وراح مباشرة إلى تونس تعلق بالجزائر ويهضر بالدارجة الجزائرية رغم أنه من كون صغير ليكيب ناسيونال مش شفت واحد كيما تاع كيما أنا 100% أوكي ولكن خوك ما يعرفش يلعب حاب تلعبه بالسيف مهاجم كبير جدا. أول شيء نبدأ به في هذا الفيديو راح تسمع معنا تصريحات أمين شيخة اللاعب صاحب الأصول الجزائرية اللي يلعب في نادي كوبنهاغن الدنماركي. هذا اللاعب صاحب مستوى كبير ورائع جدا صغير في السن عمره 18 سنة وهذا اللاعب مثل المنتخب الدنماركي في الأصناف الصغرى وحاليا في الفريق الرديف تاع كوبنهاغن هو هداف دوري أبطال أوروبا للشبان ولكن ما خلاوهش في الفريق الرديف ورسميا صعدوه إلى الفريق الأول تاع نادي كوبنهاغن في 3 مباريات ودية لعبها في الفريق الأول سجل هدفين وقدم أسيست لاعب صاحب مستوى كبير جدا لازم على الاتحادية الجزائرية ولازم على فلاديمير بيتكوفيتش أنه يستدعي هذا الشاب للمنتخب الجزائري لأنه عنده إمكانيات رائعة ونستفادوا منه فائدة كبيرة جدا وما ننساوش أنه اللاعب حاب يمثل المنتخب الجزائري اسمه معنا تصريحه بالدارجة الجزائرية معليش بصعوبة يهدرها ولكن يهدر فيها شوية شوية اسمه معنا تصريحه وي وندبحهم والاحساس تاعك كي تشوف الاعلان تاع الجزائر وليكيب ناسيونال قسمان واش تحس انا بيرسونالمون نبدا نترومبلي سيرتو داك تاع كواليفيكاسيون تاع كوب دي موند تفرجوا وتخمم تقدر خاطر عندهم جوار عندهم جوار كي تشوف كيف يلعبوا كاين نيفو زايده في ليكيب صافي تصحبي راح كلشي قادر يصرا أول شيء قبل ما يكمل هذا تاعه الصحافي ويسأله السؤال لكن نعقبه على أول كلام تكلم عليه أمين شيخة ما شاء الله لي صراحة محافظ على اللهجة الجزائرية واللهجة القالمية لأنه هذا اللاعب من أصول قالمة وراه يتكلم فيها شوية شوية على كل حال برافو عليه تحية لي كبيرة هو كل صيف وكل فترة يجي للجزائر ويزور الجزائر ويزور مسقط رأس والده اللي هو قالمة برافو 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 على والديه اللي خلاوه متعلق بالجزائر ويهضر بالدارجة الجزائرية رغم أنه عايش في الدنمارك ويلعب في الدنمارك ويقرأ في الدنمارك نتمنوا له كل التوفيق سمعتوا معنا أنه يتكلم على المنتخب الجزائري قالوا نتبع المنتخب الجزائري وعندي إحساس اتجاه المنتخب الجزائري وش راك تسنى يا الاتحادية الجزائرية وش راك تسنى يا فلاديمير بيتكوفيتش ويا والد صدي باش تروحوا وتجيبون هذا اللاعب للمنتخب الجزائري حاليا طلعوه للفريق الأول لو كان يزيد يتألق أكثر وأكثر بنسبة كبيرة راح نشوفوه يستدعيوه للمنتخب الدنماركي الأول وإذا استدعوه للمنتخب الدنماركي الأول طار الحمام صديقي يعني لازم علينا نقفزوا به مدام هو حاب يمثل الجزائر les un pays développé عندهم لي بون ستاد est-ce que c'est quelque chose كيف نقولوا لو تيب دو جو تاعك est-ce que يقدر يخدم ليه مام في الافريك راك فاهم لا كيسيون اي كاي ديفيرونس كون تشوف كوب دي موند ولا كواليفيكاسيون تشوف جوار كي يلعبوا في اوروبا والليكيب تاعهم ما يربحوش كل مره خاطر حاجه خلاف خلاف الفيزيك و للابيتر وكيران حاجه خلاف والله نقدروا مام يعني هو عارف كل اش راهو يتبع افريقيا ويتبع كل شيء واش راهو صاري قال لك فرق كبير ما بين التصفيات وما بين كاس العالم كاس العالم يعني نيفو اخر تنظيم افضل تحكيم افضل ارضيه ملعب اكثر وعارف انه في افريقيا التحكيم سيء والارضيات والظروف كلها سيئه ومختلفه اختلاف كبير ولكن ان شاء الله هذا اللاعب بالامكانيات اللي عنده ينجح مع المنتخب الجزائري كنشوف مع ليكيب ومن كون صغير ليكيب ناسيونال ما شفت واحد كيما تاع كيما انا 100% اوكي بصح كاين شويه بنجاح اكريسيف تاعو وبريسين تاعو مليح وسليماني كيفاه يقدر يباسي هالهم يبقاد معاهم ويباسي جوار تاعو وفي راس سليماني في راس بيان سور صافي كاين شويه شوف الشيري راه يتكلم عليه الناس ما فهموش يهضر بالدارجه يعني مكسره وبصعوبه ولكن هو يوصل الميساج ويوصل واش حاب يهضر يتكلم على المهاجمين في المنتخب الجزائري الموجودين قال لك كاين شويه اللي يشبهوا لي ولكن ماهمش كيما انا 100% قال لك الامكانيات تختلف قال لك كاين اسلام سليماني قوي براسه ويضرب براسه وانك سليماني
هو في التمركز تاعو يلعب كبيفو ويمد الكرات لزملائه بالطريقه الجيده، وانه بغداد بنجاح في رجليه افضل من اسلام سليماني، وهذا امر نعرفه سواء في التير سواء انه في الدريبل شويه افضل من اسلام سليماني من الناحيه الفنيه. وهذا المهاجم بالنسبه لي امين شيخه تقدر تندمجو سليماني وبغداد بنجاح ويخرج لك هذا النسخه المطوره، لانه لاعب طويل في القامه قوي بالراسيات، عنده تسديدات قويه فنيا جيدا، يعرف كيفاش يتمركز، لاعب رائع ما شاء الله عليه. شفت الاهداف تاعه وشوف امكانياته مع فريقه كوبنهاغن او مع الدنمارك، رائع 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 جدا. لو كان جاء مستوى ماهوش مليح، لو كان ما طلعوش للفريق الاول تاع كوبنهاغن، زائد ايضا ارقام واحصائياته انه هداف دوري ابطال اوروبا في الشباب، هنا تبين لك انه مهاجم كبير جدا. وزائد ايضا انه العديد من الانديه الاوروبيه الكبيره راهي تتابع فيه وتعس فيه وحابين يجيبوا هذا اللاعب للانديه تاعهم. يعني لازم على الاتحاديه تتحرك، لازم على المدرب، انا بالنسبه لي نشوف لازم عليه حتى من التربص الجاي ان شاء الله يستدعيه، جيبوا هذا اللاعب للمنتخب الجزائري، تبدا تعتمد عليه بالشكل التدريجي، تلعبوا شوط نصف شوط كذا، يعني تبدا تحضر فيه باش ان شاء الله يكون جاهز ويبدا يلعب اساسي مع المنتخب الجزائري في ظل الهجوم العقيم اللي عندنا حاليا. اسلام سليماني ما راحش يقدم لك كما كان، ولا اعتقد عودته للمنتخب الجزائري في ظل السن اللي راهو فيه ومستواه تراجع. بغداد بنجاح ماهوش في فورما كبيره كما كان قبل. شكون المهاجمين عندك؟ عمورة اللي هو ماهوش مهاجم صريح، ماهوش راس حربه صريح، هذا امين شيخه مهاجم صريح راس حربه صريح، يعني كيما هو كيما هالاند يلعبوا نفس الطريقه، نتمنى انه نشوفوه في المنتخب الجزائري. ولما باش نتكلموا على يوسف بالليلي، بالليلي مشاكله لا تنتهي صراحه. بالليلي من المفروض نعرفه انه لاعب في نادي مولوديه الجزائر، ويروح للتربص تاع مولوديه الجزائر ويحضر معهم في التربص، ولكن بالليلي كان موجود في التربص، بعد هرب من التربص تاع المولوديه وراح مباشره الى تونس. علاش؟ باش يسيني عقد مع نادي تونسي اللي هو نادي الترجي التونسي. هنا تشوف العقليه انه لاعب غير محترف تماما، لاعب عديم الاحترافيه. نهار اللي خرج المدرب تكلم عليه او يتكلموا عليه الناس ينتقدوا ويقولوا انه بالليلي غير منضبط وغير محترف، يخرجوا لك بعض الاشخاص اصحاب الرؤوس المربعه ويقول لك لا بالليلي لاعب جيد ولاعب محترف ولا بالليلي لاعب غير محترف. عقليه زيرو، عقليه صفر، ما عرفش يصير المشوار تاعو كامكانيات تدريب المراوغات وتسجيل الاهداف وصناعه الاهداف. بالليلي كان جيدا، حاليا تقدم في السن، مستواه تراجع، لاعب غير منضبط في التدريب، اكيد انه مستواه راح ينقص وراح يضعف، لانه الموهبه وحدها ما تكفيش في عالم كره القدم، وهذا الشيء اللي خلى بالليلي او العديد من اللاعبين ما ينجحوش وما يلعبوش في انديه كبيره في اوروبا، لانه العقليه منحطه يا صديقي العزيز. بالليلي ايضا مش هذا المشكل فقط، في مولوديه الجزائر حاول انه يفرض اخوه، قال لهم تلعبوا لي خويا في النادي مولوديه الجزائر وزيدوا تزيدوني اموال باش نبقى معكم ونبقى نستمر في المولوديه، ولكن ما قبلولوش هذا الامر، فبالليلي راح. شوف انا هاللاعب محترف يقول لهم لعبوا لي خويا، لو كان جا اخوك يعرف يلعب او لاعب جيد لو كان هما وحدهم يسنيوا له عقد ويخليوه، ولكن خوك ما يعرفش يلعب، حاب تلعبه بالسيف. انا نشوف بالنسبه لي بالليلي الشيء اللي داروا ما احترمش فيه النادي تاع المولوديه اللي لعب فيه، وما احترمش فيه الانصار تاع مولوديه الجزائر، لانه الشيء اللي داروا سيء جدا صراحه. انا نشوف هذا اللاعب لازم يفكر شويه في مسيرته انها راح تنتهي، ويبقى الا الكلام الطيب وفعلك الطيب اللي الناس من بعد تبقى تتكلم عليك، لانه كره القدم تروح، الاموال تروح، مسيرتك تنتهي، كي تولي لاعب قديم من بعد الناس واش راح تحكي لك؟ هل كان اللاعب هذا ولد فاميليا متربي وناس ملاح ولاعب منضبط ولاعب كذا؟ ولا واش راح تهضر عليك؟ على كل حال ربي يهدي، وتحيه لكم وتحيه لكل ابناء الجزائر، والسلام عليكم.